السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوزارة الثقافية المغربية ترفع دعوى قضائية على شركة أديداس الرياضية بسبب وضع زخرفة الزليل المغربي على قميص المنتخب الجزائري الذي هو أصلا محفظ باسم المغرب في تصنيف فيينا للعناصر التصويرية التابع للمنظمة العالمية للملكية للفكرية سنة 2015. ونشرت بعض المصادر الرياضية على أن أديداس ستقوم باستبدال القميص المنتخب الجزائري بقميص آخر. أتمنى من المتابعين المشتركين من شاهد هذا الفيديو أن يشترك في القناة ليصله كل جديد، وشكرا.